الحادثة الشهيرة اللي كاينة، حادث المقاهي وحادث الساحة وحادث العمو بمدينة تازة، وهو مدير المستشفى الإقليمي بن باجة، والباقي تعرفونه جيدا. زعما وجهة النظر ديالي كمواطن مدينة تازة، كنلاحظ على أن فعلا بالنسبة للمؤسسة كبناية وكلوجيستيك كاين واحد التقدم، ولكن هاد الناس ولا الاطر اللي خدامين ما مسيرينش التقدم اللي ماشيين فيه. وحنا داخل المملكه المغربيه داخله على مشاريع كبيره اللي غتعطي واحد الاشعاع دولي. الاطباء اللي متواجدين هنايا فكنجيو عندهم ما كنلقاوهمش، ما كيتواجدوا في الخواص، كيمشي كيقول لك زعما سير العياده الفلانيه، سير العياده الفلانيه. المواطن ما كاينش الامكانيات ديالو انه غادي يمشي يعني باش خاصة، ولكن هما كيتاجروا بينا، كتجي لعندو هنا كيقول لك ما كاينش، كيعطيك واحد رونديفو عام ولا هادي تحليلات ولا سكانير ولا راديو ولا، بينما انك تمشي لواحد كتكلف وتدبر تمشي لواحد المصحة كتلقاه متواجد، يعني نفس الشخص ونفس وكيرحب بك وكيتعامل معك داك التعامل اللي ماشي هو اللي يتعامل معك المستشفى العمومي. شحال من مرة جيت هنا وشكيت عليهم باش ندير التلفازة عندي تا هنا المرارة، والو ما استقبلني حتى شي واحد. مشيت لهنا للمندوبيه عند السيد المندوب، هاد المندوبيه اللي كاينه لاصقه لوبيطال، وشكيت عليهم. قالت لي السيده الرئيسه ديال السبيطار تما، هذيك اللي مكلفه بالسبيطار، قالت لي واش تمشي ولا نخرج نجري عليك. قلت لها باش من حق تجري عليا، جيت نهضر على حقي. كنطلع حتى للعماله، درت الطلب، راه باقي في العماله باش يدوزوا لي يديروا لها فيزيت، ما داروليش لها فيزيت، راه باقيه الشكايه ديالي عند السيد العامل. درت الطلب للسيد العامل، قلت له هاد الناس، هاد صحاب لوبيطال، هاد الناس المسؤولين هنا، راه ما كيشوفوش من الحاله ديال الفقير، الحاله ديال الضعيف، الناس اللي جاوا بالعروبيه راكبين بالمركوب بالترونسبور يقيلوا هنا في الشمس، ما يتغداو وما يفطروا، راه عيب وعار على هاد الناس، على هاد المسؤولين اللي خدامين هنا وكيخدموا غير بالاشاره غير بعينيهم. دخل داخل لوبيطال تشوف شي حوايج، لا حسبي الله ونعم الوكيل. كندخل لوبيطال داخل، السكيري تهضر غير بعينه، الطبيب يهضر غير بعينه، مع من يهضر الاشاره ديالهم مفهومه. سيدي حنا مدينة تازة، حنا مدينة تازة، وهذا المستشفى أقدم مستشفى على ما كنظن يمكن في المغرب، في 1927 المستشفى ديال ابن باجة، يعني عنده واحد التاريخ، عنده واحد التاريخ هذا المستشفى هذا. وهذا الشيء اللي وقع فيه حشومة، هذا الشيء ما كناش كنتظروا، هاد الناس هذو تبارك الله، هاد الناس المسؤولين حشومة، عار عليهم باش أنه يختلسوا الماتريال ديال الدولة وديال الشعب وهذا. وهاد الناس ماشي راه مخصوصين، راه الناس لاباس عليهم تبارك الله وعندهم امكانيات وعندهم هذا، ويدوا الماتريال ويبيعوه في المصحات. اش راه بان في المصحات، كيتبيعونا في المصحات هنا في تازة الماتريال كله ديال بنو باجة، تهز بلا حتى من المقوصة هما التاليين والشوكات تهزوا. ارنا الماتريال اللي كيدير الملاير الصحه الاسكانير وهذا وهذا، ولا جيتي دوز راديو كيقول لك سير من دابا عام، السيد فيه مرض السرطان وكيقول له سير من دابا عاد اجي ندوزو لك هذا المسائل ديال السكانير ديال السرطان. حشومه هادشي. واللي جا سير الفاس، اللي جا سير الفاس كلشي كيكبوه النفسيه واش ديال الفاس. وحنا معنا مستشفى، اقدم مستشفى عندنا هنايا بنو باشا 1927، سيروا شوفوا التاريخ ديالو. انا في عمري 65 سنه تزاديت هنا في هذا بنو باشا هذا، في 59 تزاديت هنايا انا. وكيف يعقل انه اللي مريض اللي هذا هبط الفاس؟ حشومه هادشي هذا. فاس باركي الله يكتفي غير بالجهه ديالو. حنا عندنا مستشفى كبير تبارك الله، خسرت عليه الدوله الملاير، وغير كتوقف عليهم انا وكتدخل عليهم انا كيقول سير الفاس، غير كيدخل المريض في لابيناس هبط الفاس. حشومه هادشي، هادشي راه عيب، هادشي راه عيب من هاد المسؤولين هادو. كنطلبوا من الله ونطلبوا من سيدنا يلتفت لهاد الجهه ديال تازة، راه مهموله بزاف. انا كنت خدامه في هذا السبيطار هذا، كان رحموني، كان طروفي، كان شانتيكا، كان العلوي، كان كل، كنت خدامه هنا في هذا السبيطار ثمانية زمون، وانا خدامه هنايا، ودابا راني في العمر ديالي القد والقد، راني شارفه كبيره. كان تما رحموني طروفي العلوي في هذا السبيطار هذا، وكنت خدامه انا فيه، ولكن دابا كنشوفوا ناس كيخونوا الثقه ديال جلاله الملك، كيخونوا الثقه ديال القسم بالخدمه ديالهم، كيخونوا المسار الوظيفي اللي اداو عليه القسم، كيخونوا المواطنين. زعما كوجهه نظري كنحيي الشرطه القضائيه والفرقه الوطنيه على التفاعل ديالها. الشكر الجزيل للنيابه العامه وسيد الوكيل العام، الله يحفظه والله يكبر به. بحال هاد المجرمين هادو خصو يتعتقلوا، حنا ما كنستافدوش من هاد لوبيطال كاع، فين ما نجيو باش نديرو غير لا فيزيت
سير هنا سير هنا، طبعا هنا دور من هنا ما كاينش كاع، ما كاينش الاستفاده. انا حاليا دابا انا جبت البنيته باش ندير لها كونترول، ياك خاصك تمشي من هنا دور من هنا، لا ما عندناش هذا الاجراء هنا، ما كاين مشكل. يعني خرج البنيته ديالي غادي نديها للبريفي، غادي ندوزها في البريفي. ولكن الشكر الشكر الجزيل والتحيه من هذا المنبر هذا النيابه العامه، خصوصا السيد الوكيل العام الله يحفظه والله يجازيه بخير والله يكبر به والله يزيد امثاله، اللي اعتقل هاد الناس هادو اللي ظلمنا في الحقوق ديالنا وهضمنا في الحقوق ديالنا، في المجهول هاد لوبيطال هذا حدنا الباب يقولوا لنا الله يعاون. طبعا هنا جيب هنا دور من هنا ما كاينش استفاده ولا دو. الله يبينتهم شي برهان من عند الله ينزل عليهم، الله يفضحهم بنادم الغشاش، الله يحفظو، الله يتلفو، الله يعطي واحد المصيبة اللي يتبان عليه، الله يعطي واحد المصيبة اللي يتبان عليه. واش ما كنخافوش من الله؟ واش ما كنخافوش من العبد؟ ما أنا كنطلب الله تعالى وتبارك يبين الحق ديال الأمة سيدنا محمد اللي كيمشيو بتحرميات لا يدخلهم في شي قلب شي مسلم. الله يعطيهم شي فضيحه اللي تبان عليهم، يجيبوا شر الخير ان شاء الله. نطلبوا الله، راه ماشي غير هادو اللي كاينين، كاينين ناس اخرين بزاف راهم. كنطلبوا الله تعالى وتبارك لهاد المدينه تزار، تنقى تنقى مدينه تزار، مدينه عريقه عندها تاريخ. راه انا ما كنظن انا اقدم عماله في المغرب، راه في 1945 راه عماله، راه عمل هاد المدينه هادي. كيقول كثير من مدينه تازا، من اقليم تازا، من مدينه من عمله تازا لاقليم فاس. هاش راه حشومه، والله العظيم الا حشومه بالله. نتمناو الخير، نتمناو الخير، نتمناو الخير، نتمناو الخير ان شاء الله. مدينه تازا راه مدينه سياحيه، مدينه تازا راه مدينه سياحيه، خص غير يرد لها الاعتبار ديالها. عندها البابودير، عندها المغارات في رواطو، عندها المسائل ديالها، عندها الطبيعه ديالها، ولكن تازا مهموله بزاف. نطلب الله تعالى وتبارك يشوف من هذه البلاد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.